التركيز هو كل شيء، وفكر مزيان قبل ما تدير شي خطوه. انت اللي كتسمع وكتصنت ديرها في راسك، دير واحد القهوه واحد الكويز القهوه مشحر بلا سكر، باش ملي غتشربو يترياكسيونا العقل ديالك وتعرف الاتجاه وغتفكر مزيان. وديك الساعه كتبقى مع راسك وكتفكر اش من الاتجاه غتاخد، اش من الطريقه اللي غتبع، اش من الخطوه اللي غديرها. لان هنا الحاجات المهمه راه هي كل شيء. يعني تفكر قبل ما تدير شي خطوه، الا درتي شي خطوه وفراكاسيتي فيها راه غادي ندم، وفيك الساعه ما كاينش اللي غيرحمك وما غتلقاش اللي غيوقف معك. كون ديرها في راسك، هاد الدنيا راه غداره، ربما اليوم تعطيك وغدا تحيد لك كل شيء، او اليوم راك حازق وغدا تكون منفح ما نعرف. ولكن ديما فكر قبل ما تدير شي خطوه.